أصدقائي وأحبائي في الوطن، الوطن اليوم بحاجة إلى حبكم وصدقكم. لبنان اليوم لديه فرصة للفوز مش ضد فريق سوريا بالباسكت ببطولة غرب آسيا. لبنان اليوم لديه فرصة أن يفوز على الماضي، وأنتم وأنا أمام إمكانية أن نغير كتاب التاريخ الذي رسبت به بالبروفي والترمينال وجبت دو لأنه ما بمثلني، وبنتك وبنتي، حفيدتك وحفيدتي، رح يمكن إذا أنت قررت تساعدينا يجي نهار تقول يا ريت كنت بهيدي الحقبة عم ساعدهم يحرروا هذا الوطن من حالهم، مثل ما أنا وأنت كان عبالنا نشارك بالثورة الفرنسية وبأفلامهم التاريخية. شو بعد بدك تتنزلي؟ شو بعد بدك تتنزل؟ مصاري ما في، أكسجين ما في، طبابة ما في لأنه ما في مصاري، علم ما في لأنه ما في مصاري، كزدورة على شط البحر لأنه ما في مصاري، ما فيك لأنه بتموت من الريحة، وطلع نهار الأحد مع العيلة بيكنيك كذا، ما في لأنه النهر صار لونه أصفر وأخضر والغابات احترقت حتى دينك وديني. شو بعد فيه؟ وظيفة 500 دولار، قصدي 700 وشي ألف، ما في لأنه واسطة كتير فيه. شو بعد فيه؟ سهرة، الكول مضروب، قاعدة بالبيت ما في، إنترنت ما في، كهرباء ما في، مي ما في، كارت شريج ما في لأنه مصاري ما في، دين. أنا مديونة، أنت مديونة، جارتك مديونة، دولتك مديونة، كل مديون، وحاكمك على جزيرة مع عائلته فيش على وجه المي، بكرة بيرجع من الباكانس، وأنا وابنك عباب السفرات عم نشحط جنسية حتى ما يصير فينا مثلك ومثل بي. شو بعد بدك تتنزلي؟ شو بعد بدك تتنزل؟ لو لبنان كان إنسان كنت بتنزل؟ لو لبنان كان زعيم كنت بتنزل؟ مش ضد زعيمك افهم. أشتاق لدولة ونحن نصنع ذاكرة جديدة. ثورة